السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم هاد لينم اللي كيجيو رائعين بحشوة مميزة وبنينة ولذيذة بزاف، ما كايناش في اليوتيوب هاد الحشوة هادي، أول مرة في اليوتيوب، وكيجيو مقرمشين كيف ما كتسمعوا القرمشة، كيجيو خطيرين بزاف. هاد لينم هادو كتب أني نشاركهم معكم هاد العام هذا، حيت صراحة كنت أنا وجدتهم داك العام ولكن مشاو ليا واحد المقاطع صافي وخليتو جانبا، واي حاجه كنخليوها كتنفعنا من بعد. ودابا غادي نكمل المقاطع اللي مازال ناقصيني، نتوما غيبان لكم الفرق وانا غادي نشرح لكم كل شيء وسط من لا فيديو. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هاد لينام، عندي هنا صدر ديال الدجاج، عندي 5 طروفه ديال صدر يكونوا كبار، عندي فصوص ديال الثوم، كذلك غنستعمل القزبر يابس، شويه ديال الابزار، الملحه، سكينجبير مطحون، القزبر والمعدنوس مطحونين، وغادي نستعملو كذلك زيت البلديه اولا زيت زيتون. هنا غادي نبدا الوصفه ديالي، غنحتاجو ملعقه كبيره قزبر يابس، ملعقه صغيره ديال الابزار، شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وملعقه صغيره ديال سكينجبير، ملعقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مطحونين، وغادي نحتاجو 4 كاس ديال زيت البلديه اولا زيت الزيتون. غنستعملو ملعقه كبيره ديال الثومه، وغادي نخلطو المكونات كامله حتى كينسجم ليا صدر ديال الدجاج مع هاد العطريه كيتشربها. وهاد العمليه هادي تقدروا ديروها بالليل مثلا الا كان عندكم الوقت، كتبيتو هاد العطريه في الدجاج، الا ما كانش عندكم الوقت كديروها مثلا في الصباح وكتبداو الوصفه العشيه. هي قدم ما شربت مزيان هاد الوصفه هاد العطريه كامله فهي كتجي زوينه. وكذلك غادي نضيفو نص حامضه معصره، غنضيفوها في الاول مع المكونات، انا راه غير نسيتها تفكرتها حتى للاخير صافي. وغادي نخلي صدر ديال الدجاج جانبا يترقد كيف ما قلت لكم، اما ليله كامله اولا كتخليوه واحد 4 ساعات. الا ما كانش عندكم الوقت صافي كتوجدوهم هذيك الساعه ماشي مشكل. هنا بعد ما خليته يترقد مزيان، دابا غناخذ المول ديالي وغادي نوضع فيه صدر ديال الدجاج. كيف ما شفتوا معايا الصدر راه كبير، يعني 2 دجاجات ونصف. تقدروا نتوما ديروا الكميه على حسب اللي هو متوفر عندكم، انا في الاخر غادي تشوفوا الكميه اللي خرجت ليا. هذا القياس هذا ديال صدر الدجاج خرج ليا كميه كبيره، تقدروا نتوما ديروا نصف الكميه صافي. هنا كنحاول نقاد صدر ديال الدجاج وغنخلي واحد الحفره الوسط، غادي نوريكم اشنو غادي نستعمل في هذيك الحفيره اللي درت الوسط. هنا هذا هو السر ديال هاد الوصفه هذه اللي كتجي رائعه بزاف. غادي ناخذ بابي الومنيوم كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف عليه الفاخر بعد ما شعلته. وهذا الفحم هذا بعد ما شعلته كنوضعه في الوسط كيف ما قلت لكم، وهذا هو سر نجاح هاد الوصفه هذه. وكيف ما شفتوا معايا في العنوان ديال هاد الوصفه هذه انه دينام بنكهه الدخان، يعني الا بغيتو يجيكم صدر بحال لا شويتوه في الفاخر غديروا هاد الطريقه هذه، وغادي ندخلوه للفرن. هنا بعد ما تشوى ليا الصدر ديال الدجاج انتما كتشوفوا معايا هنا صافي وقف ليا الفيديو. كيف ما قلت لكم في اول لا فيديو ان هاد لينام هادو كنت صورتهم داك العام، وكيف ما شرحت لكم في اول لا فيديو انني ما لقيتش المقاطع صافي. دابا غادي نكمل التصوير ديالي. هنا كتشوفوا معايا اني استعملت علبه ديال الفخوماج 8 القطع والقشده طاريه. هنا غادي نكمل لكم لا فيديو، هذه التصوير جديد ديال هاد العام هذا ديال هاد رمضان. هنا بعد ما تشوى ليا الصدر ديال الدجاج عاودت نفس العمليه، يعني خديت البابي الومنيوم وضعت فيه الفاخر هو شاعل اولا الفحم، وضعت فوق منه الزبده، وانتم كتشوفوا معايا كنخليوها هذاك الدخان كيبقى يتشرب مزيان الصدر ديال الدجاج حتى كيمشي لنا الدخان، عاد باش كنزولوا هذاك البابي الومنيوم وكنفتو الدجاج ديالنا. كنحاولوا نفتوه طريفه تيكونوا رقيقين، كنبقاو معاه بشويه بشويه صافي حتى نكملوا الكميه ديالنا ديال 6 ديال الدجاج.
هنا كتشوفوا معايا ها هو ولا بحال هكا، خصو يجيكم رقيق بهذا الشكل هذا. ودابا غادي ناخذ واحد لو بول وغادي نوضع فيه هذا السر ديال الدجاج باش نكمل المكونات اللي مازال عندي. كذلك غادي نعاود نفس العمليه باش يجيكم الصدر ديال الدجاج مشرب مزيان هاد الريحه ديال الدخان، صراحه كيجي رائع بزاف صدقوني. هاد العمليه هادي وهاد الطريقه هادي كتجي خطيره بزاف. انا غطيته وخليته خصو يتشرب، انا غادي نحل عليه غير باش تشوفوا الدخان، ولكن نتوما ما خاصكمش تحلوا عليه، خاصكم تخليوه يتشرب مزيان 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 هذاك الدخان. انا هنا راه غير ما بقاش ليا الوقت، زربت عليه واحد شويه حيدت عليه الغطاء. نتوما الا كان عندكم الوقت هاد المرحله الاخيره اللي كنوضعوا فيها الفحم كتغطيه وكتخليه، يعني كتنساوه كتخليه تما مغطي حتى كيتشرب مزيان هذيك النكهه ديال الفحم وكيمشي منه الدخان تماما. هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت الكريمه القشده الطاريه ديال الطبخ، كتضيفوا قياس في الاول تقريبا واحد نص كاس، ومن بعد كنضيفوا الجبن الكريمي. كتقدروا تستعملوا كذلك الفرماج المثلث او المربع، المهم اليوم توفر عندكم في المنزل. غير هي كتحاولوا ديروا واحد الكميه كثيره، الا كنتوا غتستعملوا مثلا هاد خمسه طروفات ديال الدجاج كتستعملوا واحد 8 القطع ديال الفرماج حتى 10. هنا كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الكوري، وزدت كذلك واحد طريطيقه ديال الكركم او الخرقوم عرق باش هكا يعطيني اللون، يجيني غير واحد اللوين فيه زوين. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله، وانا كنشوف الا كانت خاصاني شي حاجه، خاصني مثلا الفخوماج، هنا نيت خاصني الفخوماج غادي نزيد الملعقه الثانيه. اذا استعملت هاد العلبه كامله ديال فيلادلفيا الصغيره. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات، الا لقيت ناقصاني شي حاجه غادي نزيدها. صافي هنايا بعد ما خلطت الكريمه مع الجبن والصدر ديال الدجاج، هذا هو القوام، خصو يجيكم رطب وفي نفس الوقت ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل، هذا هو القوام ديالو. انتم كتشوفوا معايا الفرشيط فاش كندخلها وسط من الخليط كدوز ليا بالزربه، اذا الخليط عندنا رطب مزيان. كيف ما كتعرفوا الصدر ديال الدجاج ناشف، خاصنا نفزقوه باش ما يجيناش ناشف وسط من الحشوه ديالنا. صافي هنا غادي نستعمل الورقه كبيره، غادي ناخدها وغادي نوريكم كيفاش غادي نقطعها. كنظن ان كلشي كيعرف يقطع الورقه. غادي ناخدها على النص ومن بعد غادي نقسمها عاوتاني على النص، غادي نحصل على اربعه ديال المثلثات باش هكا كيجيوني دينام كبار. بغيتوهم يجيوكم دينام صغيورين كتحاولوا تقطعوا الورقه على شكل شرائح او شرائط هكا تيكونوا طوال. صافي انا هنا غادي نقطع الورقه ومن بعد غادي نرجع لكم. بعد ما قطعنا الورقه ديالنا كناخذ واحد البلاستيك وكنغطيو به هذيك الورقه اللي ما غاديش نستعملوها دابا، حيت هاد الورقه البخار خاصكم ضروري تغطيوها ما تخليوهاش عريانه باش هكا ما كتكرمش ليكم. هنا كناخذ المثلثات ديالي. بالنسبه للورقه فهي ديال البخار، صراحه كتجي زوينه هكا يعني لينيم او البسيطلات كتجي خطيره بزاف. صافي هنا غادي ناخذ الزبده وغندهنوا بها الورقه. كيف ما كتعرفوا ورقه البخار اللي كتكون ناشفه ما فيها لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، كندهنوها مزيان بالزبده ومن بعد كنوضعوا الحشوه ديالنا في الوسط بهذا الشكل هذا، وكنحاولوا نشكلوها على شكل طولي باش كتسهل علينا. تقدروا ديروهم كذلك على شكل بريوات، المهم نتوما كديروا الشكل اللي نتوما بغيتو. انا فقط كنحاول نعطيكم افكار وكنشارك معكم هذاك الشيء اللي انايا كيجيني زوين في كل حاجه. صافي هنا كنحاول نلف بهذا الشكل هذا الورقه ديالتي وكنزير، يعني كنلف الورقه او لينيم ديالي وكنزير بهذا الشكل هذا باش هكا كنثبت هاد الحشوه ديالتي، وكتاخذ ليا هاد لا فورم او الشكل الدائري شكل السيجار.
وحتى فاش كنكونوا نقليوهم اولا ندخلوهم الفرن ما كتخرجنا الحشوه، كتجينا الحشوه شاده مزيان وسط من الورقه. صافي انا غادي نوريكم وحده ثانيه، طريقه سهله يعني ديال اللف. انا ضاربه غير مع هاد الليكات ديالي حيت جاوني كبار، كنت باغا ناخذ الليكات ولكن مع هادشي ديال كورونا والفيروس مابقاش كنلقاهم بزاف صراحه. المهم غادي ندهنوها بالزبده مزيان وغادي نوضع الحشوه ديالتي الوسط وغنشكلها على شكل طولي. انتما كتشوفوا القوام ديال الحشوه ديالنا، كتجينا رطبه ما كتجيش ناشفه بزاف، حيت الا درتوها ناشفه غتزيد عاوتاني تنشف لكم فاش غادي نقليوها اولا ندخلوها للفرن، غادي تزيد تنشف وما غاديش تجي زوينه، غتجيكم قاصحه. اذا خليوها رطبه باش كيجي القوام ديالها رطب وسط من هذيك القرمشه ديال الورقه. صافي هنايا غادي نلف هاد لينام ديالي، وكاينه هاد الطريقه هادي هي اللي كنخدم بها انا صراحه، ما كنديرش بوحده بوحده. هنا صافي حيدت الليكات، خدمت غير بايديا حيت ما خلاونيش نخدم بصراحه مزيان. صافي هنا كنوضع كميه ديال المثلثات في خطره واحده، كندهنهم بالزبده، كنوضع الحشوه ديالتي وكندلف وكنحط. هادي هي الطريقه السهله اللي كتجيني انا في الخدمه، احسن من انني نبقى نخدم بوحده بوحده، هذه كتسهل عليا. غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الحشوه ديالتي، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي. بعد ما كملت الحشوه ديالي غادي ناخذ شويه ديال الدقيق والماء وكنخلطوهم حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي تيكون خفيف. صافي وغادي نسدو به لينام ديالنا، وهذه هي الكميه اللي خرجت لي فاش استعملت طرف واحد ديال الصدر ديال الدجاج، خرجت لي 25 حبه، ولكن الكميه اللي انا استعملت في اول فيديو ديال خمسه طروفه ديال الدجاج خرجت لي 63 حبه. من بعد كنوضعهم في المجمد، كنوضعوهم اول شيء في بلاطو، كنسرحوهم كنخليهم يجمدوا بحال هكا مفرقين، ومن بعد فاش كيجمدوا لنا مزيان كنوضعهم في بلاستيكات اولا دي بواط وكنحتفظوا بهم في المجمد. انتما كتشوفوا معايا لينام كيفاش جاوا، فاش كتكونوا كتعمروا كتزيروا مزيان وانتما كتعمروا، يعني كتجبدوا الورقه باش كتجيكم العماره قابطه مزيان في الورقه. وخليكم معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا الشكل النهائي. هنا غنوريكم واحد طريقه التزيين، وانتما كيبقى لكم الاختيار. كناخذ بياض ديال البيض كندهن به الجوانب اللي تيكونوا لتحت بهذا الشكل هذا، وغادي نوضعهم مباشره في الزنجلان اللي تيكون بيض. بعد ما سخن الزيت مزيان كنوضعو لينام وكنخليهم يطيبوا على عافيه مهيله. صافي هنا بعد ما كيتقلاو كنوضعهم في بابيي باش كيشرب لينا الزيت، ومن بعد كنوضعهم في البلاطو اولا البلا اللي غادي نقدمو فيه. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين، والحشوه ديالهم كتجي خطيره. انتم سمعوا القرمشه، كتجي الورقه خطيره بزاف وما كتجيش مشربه الزيت نهائيا حيت نقصنا عليهم العافيه وخليناهم يطيبوا على المهل، وحتى اللون ديالهم كيجي بحال كمحمر زوين، ما كنحاولوش نجهدوا عليهم العافيه. صافي وكنرافقوهم هنايا مع لاصوص سوجا، اولا كتقدروا كذلك تقليوهم في البيض، كديروهم في البيض وفي الشابلوغ وكتقليوهم حتى هما كيجيو رائعين وزوينين. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بلا فيديو، تكون عجبتكم الوصفه ولا عجبكم لا فيديو، ما تنساونيش ملي لايك وملي كومونتير. وصلنا نهايه لا فيديو، بالصحه والراحه، والسلام عليكم.